ناول الشربات لعريسك يا كلبوزة. بيجوزة بيجوز. مش أنا. نعم. مش أنا. أول مرة أسمع فيها كلام زي ده. لا مفيش في الدنيا حالة زي حالتي. يا بابا أرجوك اتصرف. أتصرف إزاي بس؟ ما هو لازم يكون عندك طريقة كده ولا كده. يعني إيه بقى كده ولا كده؟ شوف يا ابني، لو تديني فلوس وقول لي خد تاجر فيها، معلش شيء سهل وممكن كمان، لكن عايز تديني فلوس عشان أخسرها ده مستحيل مش ممكن. ليه بس يا عمي؟ أولاً أنا مش متعود على كده. أنا متعود إن القرش اللي يقع في إيدي لازم أعصره زي فص الليمون لحد ما أجيب آخر نقطة فيه واستفيد منها. ثانياً أنا مش ممكن أعمل كده، سمعتي تبقى إيه في السوق بين التجار لما الناس تعرف إني خسرت مبلغ كبير زي ده. بقى سمعتك أهم عندك من سعادة بنتك؟ عليا، اسكت يا عليا. يعني إيه؟ مفيش فايدة؟ الفلوس دي حضرتك المكربشه في الرقبه زي القفل الحديد. الظاهر ان مفيش فايده واننا لازم نسيب بعض. انا مش عايز اسمع منك الكلام ده تاني. ما مفيش حل غير كده. لا في حل. ايه هو؟ مدير موجود؟ ايوه موجود. ايه له حمزه؟ لحظه واحده. اهلا وسهلا. المفهوم عمك كان صديقي جدا، لكن الحقيقه انا ما اتشرفتش بزيارتك قبل كده. اهلا وسهلا. عشان كده لما كلمتني في التليفون رحبت بالزياره قوي، عشان اتعرف بابن اخو الرجل العصامي اللي كون ثروته بعرقه وكفاه. اهلا وسهلا. هو صحيح الله يرحمه ما يبص عليه الا الرحمه، ما تبرحش للملجا بحاجه ابدا، لكن ده ما يمنعش انه كان راجل طيب الله يرحمه. اهلا وسهلا. انا متاكد انك زي عمك بالظبط. ازاي يعني؟ لا احنا قصدي يعني بتاع شغل بتاع عمل يعني. اهلا وسهلا. بس هو ابتدى من غير راس مال خالص، ميح. طبعا تبتدي بالثروه الكبيره اللي هو سابها لك بعد وفاته. طبعا انا متاكد ان الثروه دي هتزيد وهتنمو بفضل كفاحك واجتهادك طبعا. مش كده برضه ولا ايه؟ الحقيقه انا جاي اتكلم معاك بخصوص الموضوع ده. تحت امرك. موضوع ايه؟ الثروه بتاعت عمل. مالها؟ كويسة، إنما تكونش عايزنا أبقى مسؤول عنها؟ حاجة زي كده. إزاي يعني؟ عايزنا نسيب إدارة الملجأ وأشتغل معاك ولا إيه؟ لا هو مش بالظبط يعني، هو حضرتك هتفضل مدير للملجأ، لكن لكن إيه؟ الفلوس هي اللي هتجيلك. تجيني؟ أيوه، أصل مش عايزها. مش عايز إيه؟ التركة. تركة مين؟ تركة عمي. ده مؤاخذة بس يعني عشان خاطر تبقى مع بعض في الصورة عشان نقدر نركز سوا، لأن يعني الحقيقة مش عارف مختلط عليا الأمر شوية حبتين. لو سمحت ساعات كنت حابب أقول إنك يعني عيب الأول عشان نركز مش عارف. سيادتك أفهم من كده إنك عايز تتبرع بجزء من التركة لصالح الملجأ. لا أنا ما قلتش كده. أنا مؤاخذة الصراحة فهمت الله. لا سيادتك فهمت غلط. أنا ما قلتش إن أنا عايز أتبرع بجزء من التركة، أنا بقول عايز أتبرع بالتركة كلها. نعم. سيادتك قلت ايه بالظبط؟ عايز اتبرع بالتركه كلها. والتركه كلها دي تطلع قد ايه؟ مليون جنيه. نعم. مليون جنيه. طب ثانية واحدة وراجع لسعادتك يعني على طول. ثانية واحدة بس. على فين؟ مفيش حاجة خالص، شوية الإجراءات اللي هي المسائل الشكلية القانونية. ثانية واحدة مش هتأخر عليك، خليك قاعد سيادتك. الو انا مدير، اطلب له بسرعه حاله مستشفى المجانين. ايوه مستشفى المجانين. لا يا غالي مش ليا انا، هو انا عشان دخلتها بره هتذلني؟ ايوه اطلب له مستشفى المجانين وخلاص. ما تخافش كده، خليك هادي، سمعك مزيكا هاديه تروق اعصابك. Thank you.
قول لي بقى، انت معقد من ايه؟ انا مش معقد. انت معقد ومجرم كمان، وكيمة زيادة هسلمك للبوليس. امال انا فاتح العيادة دي ليه؟ مأجرها مفروشة احسن. انت معقد، وتعالى بره اوريك انت معقد ولا لا. فاهم يعني ايه؟ هتقول لي عقدتك ايه ولا خلي عنكب يتصرف؟ عنكب؟ اه مين عنكب؟ لا بلاش عنكب، بلاش عنكب. ناس ما تختشيش يعني، لازم العافية لازم. ريح جسمك، معلش عنكب بقى مرة تانية، بس هحتاجك. ريح جسمك كده وافرد وحس انك نايم هادي نام. ها؟ ايوه افرد دي. ولا كلمة. احكي لي بقى، عقدتك ايه بالظبط؟ كان يا مكان. انت هتحكي لي حدوتة؟ ما تحكيليش حدوتة. قول لي، انت ابتديت تحس امتى انك عاوز تبقى شحات؟ انا ابقى شحات؟ انت مش عاوز تتنازل عن ثروتك؟ ايوه ده بظروف خاصة. اهو انا بقى هنا عشان الظروف دي، عشان بعالجك، عشان اخليك تشحت، اخليك تخف. فاهم يعني ايه؟ اتكلم، انت معقد ليه؟ انا عنكب؟ لا 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 لا، ملوش لزوم، عالجني احسن. اذا خليك صريح معايا، ابوك كان بيضربك كم مره في اليوم؟ بابا عمره ما مد ايده عليا. انا قلت ابوك كان بيضربك ما تعرضنيش. خلاص اللي تشوف. والدتك كانت بتحبسك في اوضه ضلمه صح؟ انا والدتي توفت قبل ما اتولد. نعم، قصدي يعني توفت وانا لسه في اللف. لكن ده ما يمنعش انها كانت بتحبسك في اوضه ضلمه. ما تناقشنيش، انا مخي ناشف، مخي زي الجزمه، الحاجات دي انا دارسها وعارف، والكتب بتقول كده يا سيد اهو. كل من كان اسمه حمزه كانت امه بتحبسه في اوضه ضلمه بالانجليزي اهي، شايفه؟ حمزه هتكتب الكتب كمان؟ ها؟ خلاص يا دكتور، كانت بتحبسني في اوضه ضلمه، انت ادرى. خلاص، عرفت العقده. طب امشي انا بقى. اقعد. ده فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ انت تقعد هنا لغايه ما اعالجك واخففك من عقدتك، ولو رست هكتفك وامدك على رجليك واخلي عنكب يتصرف. قول لي بقى، انت عايز تعرف عقدتك ايه بالظبط؟ ايوه. بتقول لي ايوه؟ بتقول لي ايوه؟ تاخدني على قد عقلي؟ فاكرني قفية؟ يا ناس ما تستكردونيش كده، حرام عليك، وكل حد بينا استكردني يا ناس. هو انا عشان يتيمه ماليش ضهر اتسند عليه تعمل فيا كده ليه يا ابني؟ طب اهدى يا دكتور. اهدى ازاي بس؟ ما انا مش عارف، مفيش ولا عيان بيطلع من عندي كويس. بقالي 12 سنة فاتح العيادة، تلات عيانين جوني لغاية دلوقتي، أنت التالت. اتنين دخلوا السرايا. أنا تعبان، ابني تعبان. عندك إيه يا دكتور؟ عندي بلاوة. أنا ما كملتش الكلية، زهقت بقى، قلت أفتح عيادة. أبويا متجوز غير أمي، وأمي متجوزة غير أبويا، غير أبويا. البنت اللي بحبها اتجوزت ابن البواب، بل ابن البواب مش أحلى مني يا ربي. أعمل إيه بس؟ أعمل إيه؟ أنا بس رايح. أعمل إيه؟ أسمعك مزيكا هادية؟ آه يا ريت. أيوة دي، أيوة. خد عنك بنيمه دلوقتي. اتجوز ابني البواب ليه؟ مش احلى مني يا ربي. حمزة، مالك يا حمزة؟ تقولي حاجة؟ سرحان في ايه؟ لا مفيش. ابدا ازاي؟ قاعدين بقالنا ساعة، لا اتكلمت ولا قلت أي حاجة. في ايه؟ بيقولوا عليا مجنون علشان عايز أعمل خير. مال الناس إذا كنت عايز أتبرع بفلوسي ولا أرميها في الأرض؟ أنا حر. محدش متعود على كده يا حمزة. اللي معاه جنيه عايزه يبقى 100، ولما يبقى 100 عاوزهم يبقوا 1000، ولما يبقوا 1000 عاوزهم يبقوا مليون، ولما يبقوا مليون عاوزهم 2 مليون. انت الوحيد اللي عاوز تتخلص من فلوسك، مش تحافظ عليهم. ما هو بالشكل ده مش هنعرف نتخلص منها. شوف يا حمزه،
انت فضلتني على الثروه. طبعا اصير انت عندي اغلى من كنوز الارض كلها، وده اللي هيخليني اقف جنبك واعمل المستحيل عشان اخليك تفلس. حمزه حمزه، انا مستعد اضحي بحياتي وهنايا عشان اضيعك واخرب بيتك. متشكر متشكر صغير قوي، ده الكلام اللي كان نفسي اسمعه من زمان علشان اتاكد من حقيقه شعورك ناحيتي. تصوري اللي انا عملت اعلان في الجرايد عشان الاقي واحد يضيعني ويخرب بيتي. ولا يهمك، في لقيت انا في 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 واحد في واحد. مين يا ترى؟ طيب ايه ده؟ ما انا مش قادر عليك، الواحد جايباني جوزك كمان. انا ما عملتش حاجه، انا هي كل الافكار دي منها، هي اللي انا ماليش ذنب يا استاذ حمزه، انا ما عملتش حاجه. طب انا بصراحه بقى عيل وطايش ومفيش حاجه. طب بص في وشي اذا كان يبان عليا ان انا ممكن اعمل له خفي ولا نعم. قالك ده انتوا بقى جايين متفقين عليا انتوا الاثنين، انما انا ما يهمنيش بقى حاجه، وبلغ البوليس اللي انت عاوز، ولا هقول للبوليس ان مراتك هي اللي وزتني على كل العمايل دي. ما انا ما اتسجنش يا ورطه، وما اتسجنش لوحدي، لازم اجرجر رجلك معايا. انا ما اتسجنش لوحدي. سجن ايه يا استاذ ممدوح، ده احنا اخوات. بتتكلم جد؟ اه، مش انا وانت متربيين مع بعض وطلعنا زي الاخوات؟ اه ها؟ وحمزه ده يبقى جوزي؟ خلاص يبقى هو زي اخوك بالظبط. اه صحيح. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ احنا عايزينك تساعدنا. لا انا ما بساعدش حد، ولا يمكن اساعد حد، لا انتوا ولا غيركم. سيبوني بقى بس اشوف مستقبلي، انا بصراحه عاوز اكون نفسي وانتوا ناس فاضيين. ما احنا جايين علشان كده. ايوه مش فاهم. هقول لك انا، احنا جايين نديلك شويه فلوس عشان تشتغل بيها في المشروع اللي يعجبك. اه بجد؟ المبلغ اللي انت عايزه. صحيح. بس بشرط. ايه هو؟ شوف بقى، احنا عايزين مشروع كبير. لا معاك انا بقى. ضخم. يعني يكون مضمون. معاك. بس يفشل في النهايه. يفشل؟ لازم. يفشل؟ يخرب عليكم، لازم. رايح فين؟ لازم ابدل البوليس، انتوا اكيد جايين تدبروا لي مصيبه هنا، انا ماليش دعوه بيكم خالص. احنا بنتكلم جد. اقعد بس انا اشرح لك كل حاجه، اقعد ارتاح. طب اتفضلوا قولوا لي. اقعد وانا هحكي لك. حاضر. اتفضلوا. ها فهمت؟ عرفت بقى احنا عايزين نخلص من الفلوس ليه؟ ايوه عرفت. وبصراحة دورنا على واحد خيب عشان يخلصنا من الفلوس دي، ما لقيناش أخيب منك. ممدوح أرجوك تساعدنا. ما أقدرش يا سهير، ما أقدرش. دي مسألة صعبة جدا. أنا صحيح خايب، لكن مش لدرجة إن أنا أضيع مليون جنيه. أنا خايب في حدود 100، 1000، 1500 ده عشان خاطرك أنت بس. إنما مليون، مليون ده كتير قوي، ده عاوز خبير خيابة من بره، مش ممكن. الظاهر مفيش فايدة. أنا يا جماعة الحقيقة كان نفسي أخدم، إنما دي مسألة أكبر من مواهب. يلا بينا سهير. يا خسارة، كان عندي أمل إنك تساعدنا، لكن طلعت خيب، أعمل إيه؟ معلش يا سمير، إنما أنا أوعدكم إن هدوركم على حد يخرب بيتكم ويفلسكم بمنتهى السرعة. إيه؟ ده أنت تبقى عملت فينا جميل العمر. لا أنا تحت أمرك، أنا لسه شربته. مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة. يا ساتر. يا ساتر. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ساتر يا صاحبي. يا ريتني كنت أقدر أفلسكم. واكسب فيهم سوا. 57 مليون 643. شد حيلك. شكرا. انا مستنيك. جاي لك. 57 مليون 644. 57 مليون. الراجل اتجنن. مين ده؟ هيعد النجوم في عز الظهر. انت تعرفه؟ هو ده اللي انا اتفقت معاه على العد. يعني ايه مش فاهم؟ ايه هبقى احكي لك بعدين بقى. سهير لقيتها. ليه؟ الحل. حل ايه؟ زي ما خليت الراجل يعد النجوم في عز الظهر، ايه رايك اخلي واحد يضحك عليا ويضيع لي الفلوس؟ ازاي بقى وهتجيبه منين ده يعني؟ واحد نصاب يعني؟ ايوه يعني هتمشي في الشارع تقول يا اللي يعرف نصاب يبعتهولي؟ لا احنا ننشر اعلان في الجرايد.
قرب قرب كمان. حمزه بيه موجود؟ موجود يا سعاده البيه. نقول له مين؟ تقول له مين؟ انت ايه مش عارفني؟ لا انت يظهر ما انتش عايش في الدنيا. انت متاخر قوي مسكين. يلا يلا روح قول له انا جيت. ما قالكش هو مين؟ عايز ايه؟ ما قاليش حاجة يا سعادة البيت، كروتني. كروته؟ يعني ضحك عليه، يبقى هو. هو مين؟ بتاع الجورنال اللي مستنيينه. قول له يتفضل بسرعة، يلا حالا حالا. يا رب يطلع من الصواب اللي احنا طالبينه. يا رب. يا رب يا رب. بونجور يا هادي. بونجور. بونجور يا اكسلانس. اهلا وسهلا. 10 جنيه بسرعة، 10 جنيه. نعم 10 جنيه اطلع ب 10 جنيه بسرعه بسرعه 10 جنيه ايوه 10 جنيه اب بيهم اب بيهم ليه؟ بعدين تفهم كل حاجه بس اب بال 10 جنيه يلا بسرعه بسرعه وريني يلا اتفضل تسمع؟ نعم ايدك ايدك ما تخافش هرجعهم لك تاني بص هوب واحد اثنين ثلاثة ايه ده البيبي اشتغل حمل لطيف يا هاني ربنا يخليها لك ها اقفل ايدك كويس بقى بعد ما قفلت ارفعها فوق لفوق ايدك لفوق ها ودلوقتي مش حاسس ان ايدك خفت بتخف ها فعلا نزل ايدك افتح ايدك بقى ايه ده الفلوس اختفت الله امال ايه الكارت ده حامد خفاجي محتال دولي زميل جامعه كامبريدج للنصابين دكتوراه في البلف واللهف والفهلاوي ده انا بقى اظن دي احسن طريقه علشان اقدم لك بيها نفسي برافو ده انت هايل وانت لسه شفت حاجه امال ال 10 جنيه راحت فين؟ اظن هاني ما بقاش نصاب عالمي بقى اذا رجعتها انا اول ما قريت الاعلان ده هو قلت ده منشور علشاني انا مطلوب نصاب عالمي لمهمه انسانيه وانا بقى بتاع الانسانيه احب الانسانيه اموت في الانسانيه مطلوب مني اعمل ايه؟ عمليه نصب واحدة؟ والله انت شطارتك بقى ممكن واحدة اتنين جايز خمسة ستة ويمكن اكتر من كده تكونوش عايزين توظفوني ولا ايه؟ لا اللي احنا عايزينه منك انك تنصب علينا في مبلغ معين وبعد كده تروح لحالك لا نعرفك ولا تعرفنا لا تشوفنا ولا نشوفك والمبلغ بقى اللي مطلوب النصب عليه كام؟ مليون جنيه ها؟ مليون جنيه دي القعدة هتحلو قوي مع السلامة حمد بيه فرصة سعيدة جدا يا حمزة بيه ميعادنا بكرة الساعة 9 صباحا هكون عند سيادتك ونبتدي الشغل بقى اوكي مع ألف سلامة الله يسلمك مع ألف سلامة سعادتك في ست رماي ده كويس اتفصل لي ب 10,000 جنيه انا بصراحه يا اكسلانس لو بعته بالمبلغ ده ابقى خسران كتير ده بيكلفني كهربا كتير قوي في الشهر انا مستعد علشان الصداقه اللي بيني وبينك ابيعه لك ب 15,000 هو مشروع كويس بس انا عايز مشروع اكبر من كده مال موجود يا منشير تعال معايا شايف شايف السمكه دي حلوه مش كده طبعا السمك بقى كله اللي في الميه دي ممكن تاخده ازاي بحولك يا اكسلانس اصل الميه دي كلها في اول ما ابتدى كانت صحراء ايوه جدي الاكبر مش بقى حامد بيراع لا مش حامد بيراع المتوسط جدي المتوسط
أيوة. كان شريف البحر الابيض، وعلشان كده سموه البحر الابيض المتوسط على اسمه يعني. برافو. برافو. جدي ده بقى اشترى الحته دي، كانت كلها صحراء، وعمل اشتراك في كوبانيه الميه وفتح فرع على هنا لغايه ما اتملت. طب والسمك؟ اشترى 2 كيلو سمك رماهم في الميه، وبقى يجي يشقر عليهم كل شويه، ومن بعديه ابويا كمان كان بيجي يشقر، وبعدين انا كمان كنت باجي اشقر. انما الحقيقه بقى انا مش فاضي اليومين دول، عندي مشروع مهم قوي، هشتري البحر الاحمر. يروح هناك في بترول واستاكوزا وسمك القرش، وانت عارف بقى القرش الابيض ينفع في البحر الاسود. هو مشروع ظريف. اي نعم، بس انا عايز مشروع اكبر من كده. يوه اكسلنس، المشاريع كتيره قوي قوي. ليك عليا سعادتك، انا احنحك على اخر مليم في جيب سعادتك، ولا يهمك انا ورايا ايه. لففني شوارع البلد كلها، عرض عليا اكتر من 100 مشروع وهمي. برافو، ده باين عليه متمكن قوي. ما عندكيش فكره جدا، انا متاكد ان الموضوع ده هينتهي على مصيبه ان شاء الله. اطمن يا حمزه يا ابني، انا متاكد ان بيتك هيتخرب على ايديك. نفسي يا حمزه يا حبيبي تفلس وتبقى تشتهي تمن سيجاره. وتشتهي اللقمه ما تلاقيهاش. يا ريت يا بابا، يا ريت يا رب يا رب. انا متاكد على العموم ان احنا ان شاء الله هتخرب بيتنا كلنا وهتقع على دماغنا وكلنا هنبقى نيله باذن الله. المهم وصلتوا ايه مع بعض؟ حصل ايه؟ نصب عليك في قد ايه؟ هو الحقيقه يعني ما عجبتنيش المشاريع اللي عرضها عليا. ليه بقى؟ لانها ضعيفه متوسطه، مش جامده يعني. انما هو وعدني ان بكره هيعرض عليا مصيبه كبيره باذن الله. اتعشم خير يا حمزه، انت ابن حلال ولابد هتنول كل اللي انت عايزه وترجع صعلوك زي ما كنت. يا ريت يا ريت. بقى المدة والله. الو؟ ايوه؟ مين؟ ايه؟ تليفون عشانك يا حمزة. ايه مين؟ ما قالش بس بيقول عايزك في حاجة مهمة. الو؟ أنا حمزة. حضرتك عاوز واحد ينصب عليك؟ شوف يا أستاذ، اللي بتعمله ده مفيش فايدة منه. نهايتك هتكون على إيد أنا. أيوه هتكون على إيد أنا. الو؟ الو؟ الو يا عم، انا مش عايز استنفع. يبقى تنفعني، ده انا بمراتك حتى. ازاي يا بابا؟ بدل ما يرمي فلوس يرمي الماس. الماس؟ عندي في المحل حته الماس تساوي ثروه، اشتريها وارميها. معقول؟